بونسوار شباب وصبايا ترمينال ام اس ا عبره، معكم الرئيسة سور منى وازن عم تحكيكم. انا عرفت بالبوست يلي حاطينه عن الثوره وانه بكره بدكم تنطلقوا الساعه 8 الا ربع من حد محل بوبس ما بعرف شو اسمه. على كل حال انا بس بدي اقلكم شغله بحب تسمعوها منيح وتفتحوا دينيكم منيح. كل تلميذ او كل تلميذه رح تشترك بهيدا الحراك أو يشترك بهيدا الحراك بيكون لإله آخر نهار بالمدرسة، يطرد نهائيا من المدرسة والترمينال. أنتوا لأنكم ترمينال شهاداتكم ما بتتقدم على الدولة من المدرسة، بتدبروا حالكم بغير مدرسة، وهذا الكلام لو بده يجي ربنا سلم على اسمه ليفوتكم على المدرسة ما بتعودوا تفوتوا. انتم مش عارفين حالكم مع اي مدرسة عم تتعاملوا. هذا الحراك اذا بينعمل بكرة بيكون لإلكم اخر نهار بالمدرسة، واضح؟ بتمنى عليكم ترجعوا تراجعوا افكاركم منيح وترجعوا تعرفوا حالكم انتم لأي مدرسة من تمين ولأي مدرسة عم تتعلموا فيها. آخر مرة برجع بقلكم هيدا الموضوع بتشلوا نهائيا من أفكاركم، وإلا عواقبه رح تكون كتير كبيرة عليكم. وميرسي. مساء الخير، أنا المحامي شريف سليمان، أمين سر اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور بالمدارس الخاصة بلبنان. بحب بلغ السير منى وزني إذا لقط اسمها مظبوط، إنه هذا الأسلوب السلطوي التهديدي البوليسي بيمشي بدول متخلفة، منه لائق يصدر عن مديرة مؤسسة تربوية. وببلغها باسمي أنا المحامي شريف سليمان ومنسقية قانونية تضم عشرات المحامين في الاتحاد، نحن متفرغين لها، فلتعمد إلى ارتكاب هذا السلوك السلطوي بحق الطلاب اللي حقهم بالتعليم مقدس وباللي حقهم بالاحتجاج السلمي والتظاهر دفاعا عن حقوقهم مقدس. وإن كانت الراهبة مصرة على أن تاخد منحة سياسي بالمدرسة وتخوف الناس، فلتعلم يقينا أنه نحن مفتحين وجاهزين، وأسهل شيء أسهل شيء نخليها بالمحاكم سنوات طوال. هعيد اسمي ليوصلها، أنا المحامي الشريف سليمان، أمين سر اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمر بالمدارس الخاصة بلبنان. إلنا 3 سنين بملف الفساد التربوي، وهذا السلوك اللي عم بتمارسه هو فساد تربوي.